فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه هل يحرم هذا الميراث؟ ما بيكون له حظ منه لا قليل ولا كثير، أو يكون حظه قليل لكن شيء لا يذكر. ومنهم مقتصد بيأخذ من الميراث علما من علوم القرآن وعملا وأخلاقا وذكرا وخشوعا ودعوة إلى الله عز وجل، لكن بشكل معتدل، أعماله أشغاله واجباته الحياتية. فهذا شو اسمه؟ اسمه مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، منهم ببيع نفسه كله لله، ما عاد بفكر بشيء سوى، فلا بفكر لا. نحن لما طلبنا العلم دنيا ما في، فكرنا برضا الله. شيخنا حتى توفاه الله قبل وفاته بشهور قال لي تعال بحكي لك، قعد قال لي شوف يا ولدي، قال لي انا طول وتوفى ما كان له شيء من الدنيا ابدا، حتى ولا رضي يتوظف. قال لي انا الله ما ضيعني من جهه الدنيا ولا يوما واحدا، وانت لا تخاف لانه ما خلف لنا شيء. قال لي اتق الله وسيغنيك الله. فعال يا ابني اني نذرت للرحمن صوما، اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وهبت ما في بطنها، قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم. شو معنى مريم؟ يعني العابدة. وهي بطن، وهي حمل في بطن امها وهبتها لله. ولما طلعت قيدتها باسم العابدة. فإخلاصها في فهم الحمل وفي الهدف من الولد، هذا الصدق والإخلاص يجعل من مريم. وكفلها زكريا، جعل أستاذها نبيا من الأنبياء. وهي لم ترى العادة الشهرية إلا مرتين من أول العادة الشهرية، إن عمرها 12-13 سنة، كانت إذا دخل عليها زكريا يرى عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. يعني المشمش بقانون تاني بصير، التين بقانون تاني وشباط، ما في ورق. قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. رأت الملائكة تخاطبها إن الله اصطفاك وطهرك، واصطفاك طهر أواعيها، الله كان مغسل أواعي كوى وغسيل حممجي كان مفوبين، طهر قلبها، طهر عقلها، طهر ميولها، طهر نفسها، زكاها إلى مستوى صارت على مستوى الملائكة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إيه معنى هذا؟ خطاب، اصطفاها بالغيبة لما بالخطاب، يعني رأت الملائكة وسمعت خطابهم وهي لسه عمرها 12-13 سنة 14 سنة. فليش الله ذكرها في القرآن؟ هكذا أيها المسلمون ربوا بناتكم، هكذا نشئوا بناتكم أمهات المستقبل.